Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam built an ummah that was unstoppable. Umar al-Khattab would encourage exercise. And the biggest asset of the ummah was the brotherhood that they had. وناني في اشتهاء الحياة وأني للذاتها أرتوي وأني بها مغرم عاشق وقلبي بأهوائها يكتوي بها مغرم عاشق وقلبي بأهوائها يكتوي يلومونني في اشتهاء الحياة وأني للذاتها أرتوي وأني بها مغرم عاشق وقلبي بأهوائها يكتوي وأني أبيع الفضيلة حينا لأشري بها ساعة أنزوي وأرجو بها رشفة حلوة فلا تبت منها ولا أرعوي وأني أروم اللذائذ يوما عليها كثعبان إذ يلتوي وقالوا بأنك فيها سعيد وتنهال أسرارها في الفؤاد تناديك شوقا فتحبو إليها تهيم بنزواتها في ابتعاد وقالوا بأنك فيها سعيد وتنهال أسرارها في الفؤاد تناديك شوقا فتحبو إليها تهيم بنزواتها في ابتعاد أسير لها صغير عندها ذليل وتسعى لها بانقياد تجرجر خزي الذبول ومهما تقاومها أشبعت كالعناد وأنك في سجنها قابع ستبقى أسيرا كصرع السهاد باسمكم ليس هذا أنا وما ذي الحياة لنا بالأمان وليست هي الدار يا ويحكم ولسنا نراها سوى للهوان على رسلكم ليس هذا أنا وما ذي الحياة لنا بالأمان وليست هي الدار يا ويحكم ولسنا نراها سوى للهوان